التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر خاصة فيما يتعلق بالتطوير التقني لمقر وأبنية المحاكم وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس السيسي اطلع على مستجدات العمل في وزاره العدل خاصه ما يتعلق بجهود تطوير منظومه التقاضي على مستوى الجمهوريه بما في ذلك تحديث التقني الى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشريه فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينه العداله بالعاصمه الاداريه الجديده التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من السائحين بمطار طابا خلال مغادرته عائدا للقاهرة ووجه مدبولي تحية للسائحين مؤكدا ترحيبه بهم في مصر التي تتمتع بعدد كبير من المزارات مشيرا إلى أن الحكومة تعمل دوما على تطوير المزارات السياحية بصورة مستمرة وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد التقى بعدد من المستثمرين بقطاعي طابا ونويبع في ختام جولته بمحافظة جنوب سيناء وخلال اللقاء أكد مدبولي أن زيارته جاءت بهدف الوقوف على ما يتم في قطاع السياحة الذي يحظى باهتمام بالغ من الدولة كما أشار إلى أن الجهد الذي تقوم بها دولة كبير في مختلف القطاعات وأن توجهها خلال الفترة القادمة يقوم على مضاعفة حجم العمل في هذه المنطقة وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ساندت قطاع السياحة لفترات طويلة لكونه واجه صعوبات كبيرة، وقدمت له حوافز كثيرة حتى بدأ في التعافي. اجتمع وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألانيك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجيه في بيان ان شكري تطرق خلال اللقاء الى سبل تنميه العلاقات الاقتصاديه بين البلدين معربا عن ترحيب القاهره بالمناقشات الجاريه لتوطين بعض الصناعات في مصر بالتعاون مع بيلاروسيا من جهته ابدى وزير الخارجيه البيلاروسي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركه في مجال التصنيع الزراعي والنقل وذلك في ضوء رغبتهم في الاستفاده من قدرات مصر كبوابه رئيسيه للقاره الافريقيه التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا نالدي باندور بمقر الأمم المتحدة على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين الجمعية العامة بمدينة نيويورك وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون في ظل تجمع البريكس فضلا عن القضايا الاقليميه والدوليه من بينها المبادره الافريقيه للوساطه لحل الازمه الاوكرانيه وتداعيات الازمه على دول القاره الافريقيه. وخلال اللقاء اكد شكري على الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع جنوب افريقيا مبديا تطلع مصر الى قيام جنوب افريقيا بدعم تدفق مزيد من الاستثمارات الجنوب افريقيه الخاصه لمصر في ظل الفرص الواعده لتعزيز العلاقات الاستثماريه بين البلدين. اتصالنا بسلسله اللقاءات التي يجريها وزير الخارجيه سامح شكري على هامش مشاركته في اعمال الدوره الثامنة والسبعين الجمعيه العامه للامم المتحده عقد شكري اجتماعا بنظيره البولندي حيث بحث تطورات الازمه الاوكرانيه والتاثيرات الناتجه عن التدفقات البشريه على الحدود البولنديه، كما تطرقت المباحثات لعدد من الموضوعات على راسها قضيه سد النهضه وقضيه الهجره غير الشرعيه، فضلا عن بحث قضايا المنطقه من بينها القضيه الفلسطينيه وليبيا وسوريا والسودان. وأكد شكري على استمرار القاهرة في تعزيز التعاون مع وارسو، مشيراً إلى أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون الثنائي بشأنها أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أولى دبابات ابرامز إم 1 الأمريكية ستصل أوكرانيا في الأسبوع المقبل لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية، وكانت واشنطن تعهدت بتسليم أوكرانيا 31 دبابة ابرامز في مطلع العام في إطار تعهد بمساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار. وقال بايدن خلال لقاء نظير الأوكراني فلاديمير الناسكي في البيت الأبيض إنه وافق على شريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والتي قدرها البنتاغون ب325 مليون دولار وتشمل شريحة المساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمرز الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية صادق مجلس الشيوخ الامريكي على تعيين قائد جديد للجيش واخر لمشاه البحريه بعدما عرقل اقرار هذين التعيينين طوال اشهر سناتور جمهوريه صادق المجلس على تعيين الجنرال راندي جورج قائدا للجيش وصوت 96 عضوا لصالح هذا التعيين كما عرضه عضو واحد كما صادق المجلس على تعيين الجنرال أريكس سميث قائدا لمشاه البحريه بتأييد 96 عضوا من دون اي صوت معارض وكان المجلس قد صادق مساء الاربعاء على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لهيئه اركان الجيوش الامريكيه المشتركه <applause>